بسم الله. دلوقتي احنا عايزين البرنامج يقول لنا كل اوضه اسمها ايه، والفوليوم بتاعها قد ايه، او الاريا بتاعتها قد ايه. اعمل ده ازاي؟ اول حاجه صلي على الحبيب، قال له كتير من ارتكشر. هاجي في روم، تمام. بيقول لي انت عايز التاج نوع ايه، عايز تكتب اسم الاوضه بس، ولا اسم الاوضه مع الاريا، ولا اسم الاوضه مع الفوليوم. هختار اسم الاوضه مع الفوليوم، وكل ما اجي على الاوضه سمي الله ودوس، قال لي كتب لي الأوضة مع الفوليوم بتاعها. واخد بالك؟ بتختلف من أوضة لأوضة، هو اوتوماتيك بيحسب الفوليوم بتاعها. بص، لما اجي في الأوضة في المساحة الكبيرة ديت، هو تلقائي بيفهم ان مفيش هنا حيطان غير في الحتت ديت، خلاص يبقى دي كلها أوضة واحدة، تمام. السلم برضو بيعتبره أوضة، دايرة بيعتبره أوضة، وكل اوضه بعملها خلاص بيديها لون معين، بحيث بعرف ان الاوضه دي خلاص انا اخترتها. عمرو سليم.